طيب انا بسالك سؤال. اسلم ريان زميلك، انت من القوه الضاربه ثنائية. الجمهور لا لا ثنائية. الجمهور يقول يا اخي لا لا سكت الجمهور سكت. ما اقدر، ما انا مالي سلطه على الجمهور. الجمهور يقول انت ثنائية. الجمهور صوت عالي ما يسكت. انقل لك كلامهم. اسلم انا ما قصدي ثنائية القوه الضاربه اللي يقولون، لكن انا قصدي الان زايد. اسلم ابيك تعلمنا وش في ريان. ريان الان الرجل يعني متكهرب او حزين او تعبان. لا نقل لي انه شايف تغريدات جارحه عليه. سؤال ريان، وش سبب يعني الدروب اللي يمر به الان؟ ريان يحب النوم، يحب الشو، يحب النوم، يرقد واجد، ما يقوم الا الساعه 1 ولا يروق الا الساعه 4 هم انتهي البث. البث قد خلاص. ايه اذا انتهى البث راجع عقب الساعه 8 لهم قرمشنا في الغرفه. متى يرقد ريان؟ والله ما ادري، يوم يرقد الساعه 11، يوم الساعه 3 العصر، يوم 3 العصر. ثلاث العصر. ايه شفت يعني منقلب عنده شفت. لحظه زايد 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 تعرف هو يوم يحط ينام جواله يحط على الصامت ولا يقفله؟ لا جوالاتنا كلها نحطها في الدرج فوق. ها؟ نحطها في الدرج فوق جوالاتنا. اي جوالات؟ ما هي جوالاته؟ جوالاته اللي تحطها فوق الدرج وش؟ ايه نص عند ابو عيسى ونص في الدرج ما ادري. وين الدرج ذا؟ تستلمونها انتم؟ في المكتب، في المكتب عند المكتب تستلمونها. وين هي؟ تستلمونها قبل ما ترقدون؟ تعطونا اياها اليوم. ايه 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 نفسي من شنو شايب. شلونك طيب؟ الله يسلمك. الله يسلمك. طيب زايد انا ما ازيد ولا اكرر، لكن عندنا مقترح على طار الجوالات. انا ودي في الشهر الاخير انه يسلم النجم اليوم يعني يومين في الاسبوع او ثلاث ايام نلحق يبثون تيك توك مثل ما كنا نسوي في جنتل تذكر. نعم كان له اثر علينا. فكره ممتازه يا ابو في حساباتهم الخاصه، لا تقول لحساب القناه، انا ما استفيد من حساب القناه، ابي لهم. يعني مثلا زايد اليوم هو نجم اليوم، يروح ساعة وش افضل وقت البث يا زايد؟ ليش ما يكون نجم الاسبوع؟ الساعة 6:30. الساعة 6:30؟ اي الصباح عقب ما ينتهي البث نبدا بثنا. طيب حلو بعد البث ايش تقول؟ يا بعد البث خليني ابيع القضية، احنا في جد بعد البث اللي ما يبث واحد خمسة كله في جوال واحد ما ياخذ راحته. الافضل خلي اسبوع يا ابو حسين. لا المقترح انك يوم ينادي لنا ثلاثة. حلو 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 اقول خلينا نجم الاسبوع. نجم الاسبوع نجم الاسبوع حلو نعم هذا ما اسمع ابو حسام انا ما اخذ نجم الاسبوع.